فكره كمان اللعب على الوجهين، يعني يمكن بتابع كده بشكل او باخر الحاجه الناعمه قوي ان هم بيدخلوا العمليات النفسيه الناعمه قوي، فما لقوا ان الدوله بتسعى للارتقاء بالسلوك الانساني المصري بشكل راقي جدا في الاحياء دي، كانوا دايما يقولوا ايه؟ ايوه ما هي بتسعى لاندثار الاخلاق المصريه اللي احنا شفناها في الحواري والزقاق، وشفناها على يد اعمال يعني ادبنا الكبير نجيب محفوظ. ده راي خبيث ناعم. الراي الثاني المزدوج بقى والوجه الثاني يقول لك ما انتوا شايفين الحواري والعشوائيات المصريه هي اللي طلعت لنا الافلام اللي كانت في فتره اخيره كده على يد بعض المخرجين في تصوير الانسان اللي بيعيش في احياء شعبيه عشوائيه بشكل غير راقي تماما، وسلوكيات خاطئه بشكل كبير، والعنف و و والبلطجه والى اخره. بيلعبوا على الوطرين لتحقيق اغراضهم اللي احنا معروفه ان هي صفصطه، يعني قلب الحقائق اباطيل والاباطيل حقائق لتحقيق شرعنه اطماعهم بشكل كبير. الغايه تبرر الوسيله بغض النظر عن شرعيه الوسيله من عدمها. يعني هم عايزين حارات وعشوائيات يعملوا عنها افلام، ولا عايزين ما حرضش؟ اصل انا عايزين تخفيف من الانجاز، يستخفف من الانجاز. انا قريت كنت قريت حاجه كده تويته او حاجه مش فاكره لمين، اصلا انا مش بفتكر اساميهم الحقيقه، مش عارفه هم مين اصلا، بس حد كان زعلان انه منطقه تل العقارب في السيده زينب تم تطويرها لمشروع الروضه الشريفه، العمارات الجميله قوي اللي مبنيه بالستايل الحلو قوي بيتوافق مع منطقه السيده زينب وتراثها الانساني الحضاري. كانوا زعلانين قوي ان المنطقه العشوائيه، قال لك امال احنا كنا كاتبين عليها روايات ولا هنكتب عن ايه؟ يعني هم اذا سبتي المنطقه، اذا هم معتبرين مثلا ان احنا فيران تجارب ان الناس تعيش في مناطق شديدة القسوة عشان هم إبداعهم وإخراجهم وأفلامهم ياخدوا جوائز، لأنه خدي بالك كان زمان المخرج تامر الميهي قال رأي جميل قوي، قال لك معظم الأفلام اللي بتاخد جوائز هي الأفلام اللي بتتعامل مع واقعنا كأننا جنينة حيوانات. يعني لما تجيبي كل شيء شاذ في المجتمع وتفوكسي عليه، تعملي إلقاء ضوء شديد عليه، فيقول لك بقى دي منتهى الواقعيه فيدونا جوائز. فاياميها رأفت الميهي قال ما معناه انه اصحاب المهرجانات بيدوا بعض الناس جوائز عن بعض الافلام لما يطلعوا الظواهر الغريبه في مجتمعاتنا باعتبارها السيده. انا الحقيقه كان ليا رأي في كل الدراما اللي هي درامة أغزك ومش عارف ايه ومين يقطع وش مين، ولا بيقول لك أصل العشوائيات كده. أنا كان رأيي إن الدراما دي مش حقيقية، هما بيعملوا واقع شبه الواقع، ياخدوا أقبح ويقولوا هو ده الواقع وبعدين يأفوروا عليه، ويقعدوا يوم ورا يوم أنت تشوفي الفيلم وأنا أشوف الفيلم، وشفتي أصل إحنا أصل أنت ما بتنزليش الأحياء دي يا آية، أنت ما تعرفيش، أصل فلان ما بيمشيش في الشوارع. فبعد شوية أنا وأنت نصدق إن الفيلم ده هو الحقيقة، وده مش حقيقة خالص، لأن المصريين في أشد لحظات التكدس والعشوائية والحارة والحي والهاي، ويجيبوا برضو الناس اللي في الفيلل وبتاع يجيبوهم عيالهم مش عارف عامله ازاي وقلعه ازاي وسكرانه ازاي، باعتبار اهو اللي هو انت مش عارفه انتوا عايزين ايه. هم عايزين تتكلموا على مصريين احنا ما بنشوفهمش، هم عايزين يكرهوا المصريين في حياتهم ويستعدوا المجتمع على بعضه. يعني يقول لك بصوا بتوع الفيلل اهم سكرانين وقلعين وعاملين، بصوا بتوع الاحياء الفقيره اغزك وموتك ومخدرات ومش عارف مين. المهم في النهايه كل المجتمع يبقى شكله قبيح وكل المجتمع يكره بعضه. المشاريع اللي احنا بنعملها دي تاني، المشاريع دي بتؤسس لمستقبل مختلف تماما. وخدي بالك انا لسه ما اتكلمش عن المشاريع دي من زاوية البطالة ولا من زاوية الناس اللي كانت راجعة من بره ولقت فرصة عمل وبقى عندها دخل، ولا الناس اللي كانت بتسافر تهج وبطلت تهج. يعني قصدي كل موضوع من دول هتقدري حضرتك تتكلمي فيهم في دقيقة ونص؟ لا خالص. لا خالص.
في الدقيقة ونص حضرتك تختمي الحلقة وبعدين إن شاء الله نبقى نكمل تاني. أنا بقصد إنه هذه المشروعات القومية المصرية ليها زوايا مختلفة، كل مرة هنتكلم عن زاوية الحلقة مش هتكفي.